لقيت اتصال من السيد الرئيس اليوم الصباح انه كيكلفني انا نلتحق بهذه المصحه اللي جيت ولها دابا الان، لان اللاعب ديالنا اسامه فالوح وقعت له حادثه سير اليوم في الساعه يمكن الوحده ولا 12 الليل ولا الجوج، مع ما كاينش تاكيد، ما كانش هو اللي سايق السياره، كان معاه صديق ديالو وراكب ثالث معاهم، اللي حسن الحظ ان الاخرين ما وقع لهم والو غير اصابه طفيفه، وهو جات فيه الدقه لانه عنده كسر في العنق وعنده ديزيموراجي في راسه وعنده كسر في القفص الصدري، معذب ليطا دو سونتي ديالو تري كريتيك، اللي هو ريانيماسيون دابا في قاعه الانعاش. طلعنا شفناه الى جانب العائله ديالو، يعلم الجميع بان اسامه فالوح مشى لفريق الزمامره، مشى كلاعب معار، ولكنه لم يلتحق بعد كيف ما حكات لي الام ديالو، كان اليوم كيجمع في لي ساك ديالو الباكتاج ديالو باش انه يمشي اليوم يلتحق بالفريق ديالو الجديد، ولكن القدر شاء بان يكون اليوم في المصحه هنايا. ليطا دو سونتي ديالو تري كريتيك، حنا هنا نادي الوداد بتكليف من السيد الرئيس كنوقفوا مع اللاعب والعائله ديالو ماديا ومعنويا، وكيف ما سبقت وصرحت دابا حنا ما جيناش هنا باش نتصوروا ولا باش نبانوا باننا كنديروا شي حاجه مزيانه، هذا واجب ديالنا، الحضور ديالي اليوم واجب نيابه عن جميع اعضاء المكتب المسير. هناك من التحق بنا، لا سي مجيد البرناكي ولا سي سعد الدريب ولا الباقي غادي يجي، وحتى الوداديين غادي يجيو، لان هذا المصاب مصاب مفاجئ في لاعب يافع شاب كيتمنى انه كيشوف الحياه بنظره تفاؤليه انه غيمشي، وكيف ما قالوا لي العائله ديالو قال لهم هذه هي الانطلاقه. كنتمنى من الله، ولو ان تري 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 كريتيك حسب تصريح الطبيب، ان كيف ما قلت لكم هذه الاصابه ديالو صعيب انه يكون زعما عادي ويوقف عادي. كنتمنى من الله تعالى انها تكون معجزه اليوم، والقدره ديال الله تكذب هذا التصريح ديال الطبيب، لانه ما دار لي عليه انا في الاخير الطبيب قال لك ادعيو معاه، كتعرف ملي كتجي تصريح مع عند طبيب معالج انه يكون يقول لك ادعيو مع المريض، زعما حاله حرجه جدا، حرجه جدا، ماشي حرجه جدا. كنتمنى من الله تعالى يا ربي شفتو كيفاش، ولكن من غيانيماسيون كتعرف الانسان مغيب ديروا له واحد الفونتيلاتور ديال البرد، لانه ديجا لاصال بارده كليماتيزي، وكيديروا هذاك الفونتيلاتور باش يبقى. انا ماشي طبيب، ماشي ما نقدرش نقول لك صريح في هذا الشيء، كنحيل لكم على الطبيب ديالو انه لا عادي، واحد عنده كسر واقيلا في الانف ديالو والاخر ما عنده والو كاع، لان كيف ما حكاو لينا هذاك السائق جر الطوموبيل، كتعرف اول ريفلكس كيدير الشوفور لا قدر الله، الله يستر الجميع، انه كيبغي يهرب من هذاك لو شوك، دونك لقى الجهه اليمنى ديال السياره اللي كان جالس فيها اسامه للاسف، يمكن في التقحي التقدم. انا قلت لك مازال غتشوف لاعبين اخرين، راه كاين اللي دابا مازال ما فراسوش، كاين اللي حنا كاين الناس اللي مكلفين داروها في الجروب اللي التواصلي ديال اللاعبين، كاين مازال من المكتب المسير، كاين جماهير، هذا كاين اللي ماشي ودادي كاع وغادي يتعاطف ويجي كان حاضر في اللقاء، ولكن حنا راه هنا كنوبوا على الجميع، كون كانت شي حاجه اللي او لا في اي وقت من الاوقات انتم غتكونوا حاضرين معنا، يحتاج اسامه ولا العائله ديالو اي حاجه كيف ما بغات تكون ماديا او معنويا، حنا هنا بكل تواضع وبالمبادئ اللي كتحتم علينا التدخل في مثل هذه الحالات.